رح نروح بأولى فقراتنا يا سمر بعالم الطب، وخاصة رح نحكي عن أمراض عصبية. رح نبدأ لليوم بالمجال الطبي ونحكي عن أحد الأمراض العصبية النادرة ولكن أصبحت تحصل في الآونة الأخيرة في بعض البلدان، هي متلازمة جيلان باري، وهي متلازمة اللي غالبا تحدث إصابة نتيجة عدوى جرثومية أو هي بتكون فيروس سابقة في الطرق التنفسية أو الهضمية، وبتهاجم هذه المتلازمة المرضية النادرة الجهاز المناعي للمصاب والأعصاب المحيطة. لنحكي أكثر عن الموضوع ولنحكي أكثر عن هذه المتلازمة و وين موجودة حاليا وكيف عم تصير، ومن هنا الأشخاص يلي بتصيبهم، مع الدكتور مجد الدين محمود مصطفى، أخصائي أمراض عصبية. صباح الخير دكتور، صباح أهلا الخير، وسهلا يسعد فيك. صباحكم، يعطيكم العافية. سعد يسعد صباحك، صباحك، يسعد صباحك دكتور، يسعد وأهلا صباحك، وسهلا أهلا فيك. وسهلا بالبداية حضرتك. خلينا نتعرف أكثر عن المتلازمة. نعم، أول شيء يسعد صباحكم، يعطيكم العافية، شكرا إنه طرحتوا هالموضوع، موضوع كثير مهم، موضوع جيلان باري. بالعصبية موجود من زمان، ما إنه جديد، وموضوع جيلان باري الاسم، راح نبلش بالاسم. جيلان باري اسم فرنسي جاي من اسم العالمين جورج جيلان وجان باري، هن اللي اكتشفوا هالمرض فدمجوهم وسموه جيلان باري. هلا نحن بالعصبيه في عده تعاريف او مرادفات اخرى لهالمرض هذا، بنقول عنه انه هو التهاب اعصاب وجذور متعدد او عديد حاد. في تعريف ثاني راح بلش بهالتعريف ومنه بنفوت عن شرح المرض واليته شو اسبابه. تعريفه الأساسي مرض مناعي ذاتي يصيب الجملة العصبية المحيطية مع افتراق آحيني خلوي أو افتراق بروتيني خلوي. هذا التعريف راح أسمه لثلاث أقسام، القسم الأول أنه هو مرض مناعي ذاتي، القسم الثاني أنه هو يصيب الجملة العصبية المحيطية، القسم الثالث أنه بيصير فيه افتراق آحيني خلوي. القسم الثالث راح أتركه لفقرة التشخيص، أنه بيجي بفقرة التشخيص. القسم الثاني هذا المرض يصيب الجملة العصبية المحيطية. الجملة العصبية عند الإنسان مكونة من قسمين، جملة عصبية مركزية وجملة عصبية محيطية. لما نقول جملة عصبية مركزية يعني دماغ ونخاع شوكي، لما نقول جملة عصبية محيطية يعني جذور شوكية وأعصاب محيطية. فهذا المرض بيصيب الجملة العصبية المحيطية، يعني بيصيب الجذور العصبية أو الجذور الشوكية والأعصاب المحيطية، ما بيصيب الدماغ والنخاع الشوكي. هي كثير مهم لازم نعرفها. نجي للفقرة الأولى أو القسم الأول من التعريف، أنه هو مرض مناعي ذاتي. كل إنسان في عنده جهاز اسمه جهاز مناعي، هذا الجهاز المناعي وظيفته يحمي هالجسم، يكون دائما متأهب مستنفر للعوامل الخارجية، العوامل المرضية، البكتيريا، الفيروسات، الجراثيم. لما يفوت فيروس أو بكتيريا أو جرثومة على الجسم، هذا الجهاز المناعي بيستنفر، بيهجم عليها، بيعمل جيش. هذا الجيش بنسميه الأجسام المضادة أو الأضداد. هلأ هي الأضداد هي شغلتها تحمي الجسم من هالعامل. للأسف عند بعض الناس وليس الكل، وما بنعرف الأسباب بشكل عام، بعض الناس هالأجسام المضادة مو بس بتهاجم العامل الممرض، يا ما بنعرف ليه ولا لسه ما توصلوا لمعرفة، لسه ما توصلوا، فيه كلها نظريات حتى الآن. للأسف بتهاجم العامل الممرض أو الفيروس أو الجرثوم، وبترجع بتهاجم جزء من أجزاء الجسم أو عضو من أعضائه أو أكثر من جزء أو أكثر من عضو. بهذا المرض بالذات هالأضداد هو الأجسام المضادة بتهاجم الجذور الشوكية والأعصاب المحيطية. طب شو هي المنطقة اللي بتنصاب من الأعصاب أو الجذور؟ العصب عبارة عن مجموعة عصبونات. العصبون عبارة عن جسم وشريط بنسميه المحور. هذا المحور أو الشريط بلف عليه مادة اسمها النخاعين، هي مادة. هالأجسام المضادة بتهجم على هالغمد هاد، على هالنخاعين، وبتخربه. فهون بنسميها بقى اعتلال اعصاب وجذور متعدد حاد مزيل للنخاعين. هي رقم واحد. الرقم اثنين، ممكن ينصاب المحور، يعني هالاجسام المضاده تجسم او تهجم عفوا على المحور فبتخرب المحور، فبنسميها هون اعتلال اعصاب وجذور عديد حاد محوري. هو له قسمين لجيلان باري، مزيل النخاعين ومحوري. المحوري بيكون أسوأ من المزيل النخاعين وشفائه أقل وبيعمل بياخذ وقت أكثر، بياخذ وقت أكثر تماما. نسبة المزيل النخاعين عالميا تقريبا 75%. تمام. طيب دكتور، نحن يعني هيك حكينا شوي، ولكن اللي مصاب شو بيحس؟
شو بيشعر، كيف بيعرف انه معه هاي المتلازمه، لوين يتجه. خلينا نحكي ونفسر للناس اكثر، يمكن ما عنا يعني، هو مرقت فترة وانتشر على مواقع التواصل صحيح. الاجتماعي انه موجود بسوريا، ولكن يمكن ما عندنا القدرة على معرفة انه وين نتجه او شو كيف منحس يعني. صحيح. اهم الاسباب لهذا المرض، ثلثين الاسباب، هو انتان رئوي او انتان هضمي. مريض بصير عنده فيروس، سواء قريب عادي ممكن، على فكرة ممكن فيروسات اخرى اسمها ابشتاين باير او سي ام في، بتصيب الجهاز التنفسي، وفي فيروسات وجراثيم بتصيب الجهاز الهضمي، بعد عدة أيام أو عدة أسابيع بتهاجم الجهاز العصبي. شو بيحس المريض؟ رح نقسم الأعراض إلى أربع أقسام. القسم الأول هو القسم الحسي أو الأعراض الحسية. بيقول لك المريض أنا بلشوا رجلي يخدروا، بلشوا ينملوا، صرت حس هيك مثل الإبر عم يخوزوني، مثل الوخز، وممكن شوي يجي بشكل وجع ظهر مع هالوخز هذا، وهذا الوخز بيصير صاعد. كيف يعني؟ بيطلع على الساقين، بيطلع على الفخذين، بيطلع بطلوع لفوق، بيوصل للإيدين، بعدين بيكمل لكامل الطرفين العلويين. هذا اسمه الشكل النموذجي أو الشكل الكلاسيكي، وهيك بيجي، ببلش من تحت وبيطلع لفوق. هاي الأعراض الحسية. طبعا هاي الأعراض الحسية بسيطة، هو يعني هذا الوخز هو رح يكون متواصل، متواصل تماما، يعني ببلش، يعني مو انه وخز ووقف له اربع خمس ايام متواصل. برافو عليك، حلو كثير السؤال. أوكي. هذا المرض وهذا الطور بنسميه، يعني لما يبلش بده يمشي ويتطور، مو انه بيمشي وبيوقف، بيمشي بيوقف او بيعطي اعراض بيوقف، لا متواصل. بيقولوا دكتور هو لاسبوعين بتشتد الحاله بالمرض وبعدين للاربع اسابيع بيوقف، يعني مثلا الاعراض بتوقف، وبعدين ممكن فتره العلاج تستمر لثلاث سنين، بتختلف من شخص لاخر. تختلف من شخص، وحتى لا. علاج الاطفال بيكون اسهل من علاج البالغين كمان. خلينا نحكي عنها. صحيح. فينا بس نكمل الاعراض لانه ما خلصنا الاعراض. الاعراض الحركيه اللي بتصير مثل ما صار الاعراض الحسيه، الوخز والتخدير من تحت الى الاعلى، كمان الاعراض الحركيه هي الضعف. بيقول لك المريض انا رجلي ما عم يحملوني، حاسهم ضعاف مرتخيين، ببلش الضعف من القدمين باتجاه الساقين، باتجاه الفخذين، باتجاه اليدين والطرفين العلويين. اذا تطور اكثر ممكن يوصل لعضلات العنق والرقبه، بصير رقبته ترتخي. اذا وصل للاعصاب القحفيه بصيب بعض الاعصاب القحفيه مثل العصب الوجهي، فبصير في لقوه انه تمه مال وعينه ما عاد سكرت، هي لقمة محيطية بنسميها. إذا وصل للأعصاب المسؤولة عن عضلات البلعوم بصير في مشكلة بالبلع واضطراب بالبلع، هون بنضطر نحط أنبوب بنسميه NG tube. المرحلة الثالثة إذا وصل لها، وبنتمنى نحن ما يوصل لها، إنه هي المرحلة الأخطر، هي الأعصاب المسؤولة عن العضلات التنفسية. بالعادة الإنسان بياخذ شهيق أكسجين، زفير بيطلع السي او 2. هذا المريض لما يصير عنده شلل بالعضلات التنفسيه ما عاد يقدر يطلع السي او 2، فبيحبسه جوا. هون بنضطر ندخل للاسف للعنايه المشدده، وبنضطر نحط له الانبوب الرغامي او تنبيب مع جهاز المنفسه. طبعا اللي بيوصل لهالمرحله مو كل الحالات، تقريبا 25%. مين هن؟ ربع الحالات. المريض اللي متاخر على حاله، متاخر على حاله، او الطبيب ما شخصه مزبوط وما اخذ العلاج المناسب. وفي بعض الامراض بتكون سريعه، نمط جلابر في منه سريع، بيجي بسرعه خلال ايام، ما بيلحق المريض يعمل شيء. هلا العرض الرابع، خلينا نقول اضطراب الجمله الذاتيه. في جمله بالجسم اسمها جمله ذاتيه، مسؤوله عن شيء لا ارادي بالجسم. شو هو؟ القلب. قلب لا ارادي لحاله بيشتغل، والضغط نفس الشيء. تمام. فاذا صار اضطراب بهالجمله الذاتيه بسبب المرض هذا، الضغط ممكن يطلع او ممكن ينزل، يعني بيصير يتذبذب. ونفس الشيء النبضات، ممكن يصير في تسرع، ممكن يصير في بطء، واذا لا سمح الله صار بطء شديد ممكن يصير توقف قلب ويتوفى المريض. هي وحده. حضرتك حكيتي انه الاطفال علاجهم اسهل، هو المرض يصيب كل الاعمار. تمام. الاطفال والشباب نسبتهم اقل، ولكن اذا اصيبوا العلاج اسهل والشفاء اسرع بيكون. طيب خلينا نحكي شو السبب، وهل هو كمان مثل كثير من الاشخاص بيسالوا هل هو مرض وراثي او ممكن ينتقل من شخص لاخر ولا لا؟ كمان المرض لا ينتقل من شخص لاخر على الاطلاق، ما له علاقه. شفنا مرضى كثير ولو لا سمح الله كانت انه ما بينتقل ابدا، انما الفيروس اللي بينتقل. تمام. بس حضرتك قلت انه هو احيانا جرثومي واحيانا فيروسي. الجرثومي اللي بتنتقل. طبعا. بس في شغله مهمه، مو كل حدا صار عنده انتان تنفسي او انتان هضمي راح يصيبه جيلان باري. في اشخاص معينين هي بيصير بيكون في طفرات بالجينات، او هذه الاجسام المضاده
لما تهاجم هالعامل الفيروسي، هالعامل الفيروسي بيكون في جزء من جسم الاعصاب تشبهه، فبصير بنسميها نحن نيران صديقه، يعني طبعا. بالخطا بيصير هي القصه، ومو كل العالم تنصاب. قلتي حضرتك عن العلاج، خلينا نحكي، بيقولوا في لازم علاج طبيعي، علاج ممكن اثناء فتره الشفاء او اثناء فتره الشخص بس يتعالج، وبعد الشفاء كمان بده فتره من العلاج الكلام. الطبيعي صحيح. خلينا نحكي عن العلاج، قديش بتستمر المده؟ مين الاشخاص اللي بتستمر معه 6 شهور، ومين الاشخاص اللي بتمتد معه ل3 سنوات برايك؟ تمام، 3 سنين. في ناس بتوصل ل3 سنين، في ناس بتوصل ل3 سنين. أول شيء بنسأل سؤال، هل هذا المرض خطير؟ الحقيقة هو المرض خطير، بس شو سبب خطورته؟ لأنه حالة إسعافية، أما إذا شخصناه باكراً وعالجناه باكراً الخطورة بتنخفض كثير. هل هذا المرض له علاج؟ نعم له علاج. طيب هل هذا العلاج شافي؟ نعم هذا العلاج شافي بنسبة تتجاوز 80%. إذا المريض إجى لعنا بكير شخصناه وعالجناه بيشفى بنسبة فوق 80%. طيب. طب دكتور خليني أقاطعك هون بس سؤال، وين بيتجه المريض؟ يعني إذا حس بس إذا حس بيوخز بأقدامه وين بيروح؟ شو بيحلل؟ لوين بيتجه؟ بركي هو يعني نحن لهلا بسوريا ما عندنا يعني ما عندنا المعلومات الكافية عن المتلازمة. صحيح، أهم شيء يكون في قصة سابقة لالتهاب أو إنتان، سواء قريب أو فيروس أو جرثومة أو التهاب. طب وبركي طاب؟ بيطيب. أوكي. بيطيب من الفيروس او من الجرثومه، بعد يوم عدة ايام او بعد اسابيع ببلش هالاحساسات الواخز او هالضعف، بس يحس المريض بهالشيء هذا فورا بيتجه للطبيب. وبركي قال قريب مسقط على ركبه او على اجرين. مو فورا بيجي، لا مو فورا بيجي، مو بنفس اليوم، بعد عدة ايام، يعني ضل مثلا اسبوع بالقريب وطاب، الاسبوع اللي بعده بلش يحس بهالاحساسات. طب وين لازم يروح؟ عند دكتور العصبية؟ يفضل طبيب العصبية، لانه حتى صراحة الاطباء العاديين الاطباء العامين ممكن يخربطوا بالتشخيص. في كثير شفناها انه لك انه ما عندنا كثير معلومات. صحيح. عن المتلازمة. في كثير من المرضى شفناهم للاسف في محافظات ثانية كانوا عم يتعالجوا بمسكنات الم وابر فيتامين او دواء فيتامين وما تحسنوا. لما الطبيب يحس حاله او شاكك ب12 او 1% او 1 بالمليون فورا يبعثه على الشام خلينا نقول، او عند طبيب عصبي او على المشفى. في تحليل خاص فيه؟ رح نحكي على التشخيص، اهم شيء القصه السيريه، نحن ناخذ ونعطي مع المريض نشوف شو صار معه. نفحص المريض، بيكون في عنده اضطراب بالحس، اضطراب بالمنعكسات، بيكون في ضعف المنعكسات او غياب منعكسات، الشاكوشه بتعرفوها المنعكسه الضاغطه بتكون ضعيفه او غايبه بنسميها، ممكن يكون في اضطراب بالبلع، ممكن يكون في اضطراب بالتنفس، هي بالفحص السيري. الجزء الثالث من التشخيص هو البزل القطني. في ابره نحن بنحطها بالظهر او بالناحيه القطنيه، بناخذ منها عينه من السائل الدماغي الشوكي بنسميها. الاجسام المضاده لما هجمت على النخاعين وخربته بيتفكك، هو بروتين وشحم، البروتين بينزل باتجاه السائل. لما يفوت على السائل ونحن نحلله بيصير في شيء اسمه افتراق آحي نخلوي، يعني البروتين بيرتفع بس الكريات البيض بتتم على حد معين. هي احد التشخيص. كمان في عندنا تخطيط اعصاب موجود بالبلد طبعا عند معظم الاطباء العصبيه. أكيد. تخطيط الاعصاب بيساعد. بدنا نفوت للعلاج، المريض اجانا ما بدنا نعالجه اكيد. في عندنا 3 خطوات، الخطوه الاولى والثانيه تقريبا مثل بعض بس حسب التوفره بالمشفى او توفره بالبلد. في شيء اسمه الاي في اي جي او الجلوبولين المناعي، عباره عن امبولات بتنعطى حسب وزن المريض ل5 ايام، بتغير مناعه الجسم وبتوقف سير المرض. تمام. بس هي غاليه جدا، ممكن توصل علاجها او علاج المريض ل5-6 مليون بهالفتره هي. في علاج ثاني، علاج كثير مهم وهذا اللي مستخدم خلينا نقول بدمشق في 4 مشافي رئيسيه، مواساه الجامعي، الاسد الجامعي، تشرين العسكري ومشفى المجتهد. في جهاز اسمه جهاز الفصاضه او فصاضه البلازما او فصل البلازما. كيف بتصير هي؟ المريض بيكون على السرير، نحن فاتحين له قسطره وفي الدم عم يطلع من المريض باتجاه الجهاز، وهذا الجهاز بقلبه في كيت اسمه كيت الفلتر، بفلتر بياخذ البلازما وبيسحب منه الاجسام المضاده هي اللي حكينا عنها، بفلتر دايركت وبيرجع البلازما النظيفه للمريض، هيك بيوقف المرض. تمام. اذا لا سمح الله المريض طور مشكله بعضلات التنفس بدنا نضطر نروح للعنايه المشدده. هلا نسبه الشفاء بنرجع نقول 80% اذا لحق المريض حاله خلال 6 شهور. خلال 6 شهور نسبة الشفاء، نسبة الوفيات 5% فقط. بيضل نسمع عندنا 10-15%، هدول المرضى تقريبا من سنة أو أكثر يا أما لا يشفوا أو إنه بيضل عندهم عقابيل مثل الضعف أو اضطراب الحس أو مشكلة بالبلع
او مشكله بعضلات العنق او مشكله بعضلات التنفس. تمام، شكرا دكتور، شكرا لنصائحك القيمه، بنتمنى اكيد الصحه والسلامه لك ان شاء الله. يعطيكم زو، يعطيكم العافيه. شكرا دكتور. بس بالاخير سؤال، في بسوريا عندنا ولا ما في؟ لا موجود من زمان، مو بس من هلا، من زمان موجود هذا المرض، لكن لازم نضوي عليه اكثر لحتى ننتبه على حالنا واهالينا وعلى حياه الناس. شكرا كثير لك. شكرا لكم، ان شاء الله شفاء للجميع. سعد صباحكم، يعطيكم العافيه.